التعديل الاقتصادي، أهلا بكم. تعزيز الإنتاج الوطني من الوقود والمشتقات النفطية الذي فرضه ارتفاع حظيرة السيارات جعل مؤسسة سوناتراك تسطر برنامجا يتعلق بإعادة تأهيل مصافي الجزائر قصد بلوغ الاكتفاء الذاتي من الوقود والمشتقات النفطية. مصفات سيدي رزين ببراقي بشرق العاصمة حيث نحن متواجدون استفادت من مشروع إعادة تأهيل، ما جعل وحداتها التي عصرنت تماما تعالج حاليا فيما يخص مادة البنزين 3,645,000 طن سنويا من البترول الخام، بعدما كانت تنتج في 2019 أي قبل إعادة التأهيل 2,700,000 طن من البترول الخام سنويا. هذه الكمية سمحت لها بالتوجه نحو الأسواق الخارجية، يقول الزميل محمد بولعراق في هذا الربورتاج. مصفات سيدي رزين بالعاصمة تعود في تاريخها إلى العهد الاستعماري، دخلت في الإنتاج بعد الاستقلال. مصفات الجزائر بدأت الإنتاج في 1964 بطاقة إنتاجية معالجة البترول الخام ب 2,700,000 طن سنويا، لتنتج مادة البنزين بحوالي 400,000 طن سنويا، والمازوت ب 700,000 طن سنويا، والبوبان والبيتان ب 90,000 طن سنويا، ومادة الكيروزان أي وقود الطائرات بكمية 270,000 طن سنويا. جهود التنمية بعد الاستقلال والارتفاع الكبير في عدد السكان بعد تحسن مستوى المعيشة أدى إلى ازدياد الطلب على الطاقة، ولتغطية العجز وتلبية الاحتياجات الوطنية لجأت الجزائر للاستيراد. في هذه الفترة كانت الكميات هذه جد كافية للإنتاج الوطني، بلا ننسى مساهمة مصفات سكيتا وأجزي وحاسم سعود حتى سنوات الألفينات. في الألفينات أصبحت هذه الكمية لا تكفي احتياجات الوطنية. تأهيل المصافي كان هو الحل الذي اتخذته الحكومة الجزائرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. مصفات الجزائر استفادت من مليار دولار لإعادة تأهيلها. هذه قاعة التحكم عن بعد في وحدة الإنتاج المعاد تأهيلها، مسيرة آليا وأوتوماتيكيا. نحن هنا في القاعة المركزية للتحكم في الإنتاج، تتحكم في 4 وحدات مهمة، تقنيين جزائريين ومهندسين جزائريين يقومون بالصيانة تعالى هذه القاعة هذه، وهذا التحكم هو تحكم آلي. تحكموا من بعد على في الآلات اللي تقوم بإنتاج المواد البترولية. الوحدة تاعنا هي RFCC بالتكسير والتحفيز، تقوم بتكسير المواد الثقيلة البترولية الثقيلة باش نقوم بإنتاج مواد خفيفة. مثل عندنا نقوم بإنتاج مادة المازوت، البنزين والغازات المميعة اللي هي LPG. الزملاء تاعنا اللي جازوا من قبل يتحكموا في لي زونيتي، يشوفوا لي بارامتر تاعهم بلا ما يهبطوا سيغ سيت، دونك هما عندهم لا كاباسيتي يعرفوا ديجا ليستوريك تاع لي بارامتر تاعهم، يقدروا يحلوا يغلقوا ان ايكيبمون يحبسوه يمشوه ا ديستانس. دونك حنايا لو سيرفيس تاعنا لازم يخلي هاد السيستم يمشي 24 ساعه 7 جور سيغ 7، لازم يكون طول طون فونكسيونيل. En même temps, il y a un problème, vous m'avez dit. وعلى جال التي سمحت بزيادة في الإنتاج، حيث أصبح إنتاج من البنزين من 400,000 طن سنويا قبل التأهيل إلى 1,300,000 طن سنويا شاسع، وبما يخص المازوت من 700,000 طن قبل التأهيل إلى 1,200,000 طن سنويا بعد التأهيل، وبما يخص البوبان والبيتان من 90,000 أصبح الإنتاج إلى 270,000 طن سنويا. وبالنسبة لمادة الكيروزان أو جات وقود الطائرات من 278,000 إلى 620,000.
هذا المخبر بتجهيزاته المتطورة وإطاراته الشابة تسهر على مطابقة المنتوجات الطاقوية للمعايير الوطنية والدولية. هذا المخبر تم إنجازه في إطار مشروع توسيعة مصفات الجزائر، حيث نقوم بالتحاليل الكيميائية والفيزيائية لكل المنتوجات البترولية، حيث نعمل على أن تكون مطابقة للمعايير المطلوبة سواء كانت معايير دولية أو معايير جزائرية. وفي هذا الجهاز اليوم نقوم بتحليل التركيبة الكيميائية للمواد المنتجة من طرف الوحدات الموجودة في كل مصفاة الجزائر. عندنا 5 أو 6 وحدات، نقوم بتحليل كل المواد الأولية اللي نستعملوها لإنتاج المواد النهائية، مثلا البنزين، مثلا الكيروزان، مثلا المازوت. سياسة رئيس الجمهورية المبنية على تحقيق الاكتفاء الذاتي واقتحام الأسواق الخارجية مكنت شركة سوناتراك سنة 2023 من التصدير ودخول السوق الدولية. بهذا الإنتاج الجديد الجزائر تمكنت من الاكتفاء الذاتي، فمنذ سنة 2019-2020 لم نستورد الوقود من الخارج، بل الجزائر وسوناتراك دارت قفزة نوعية، أصبحنا نستدير الوقود الخارج. فعلى سبيل المثال في 2023 صدرت سوناتراك من البنزين 270 ألف طن في عام 2023. بتحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاه نحو التصدير ستساهم سوناتراك في خفض الواردات وجلب العملة الصعبة للخزينة العمومية. نتحول الآن إلى قطاع المناجم. مصنع جديد يقع بولاية معسكر انطلق في إنتاج مادة كربونات الكالسيوم بقدرة 100 ألف طن سنوياً، ومع دخول المصنع حيز الاستغلال ستتمكن الجزائر من بلوغ كمية 400 ألف طن سنوياً، ما يعادل نصف احتياجاتها الوطنية المقدرة ب 800 ألف طن سنوياً. هذا الاستثمار الذي سطرته الشركة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة سيسهم في تقليص فاتورة الاستيراد تدريجياً، علماً بأن هذه المادة تدخل في الكثير من الصناعات التحويلية، يقول الزميل محمد عمراني العائد من ولاية معسكر. ريبورتاج. في أعالي جبال بلدية عجاز بولاية معسكر مكمن غني بكربونات الكالسيوم يتم استغلاله حاليا بطريقة حديثة عبر مصنع جديد أنجز ضمن 5 استثمارات وطنية كبرى أطلقتها الشركة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة. انطلاقة بناء المشروع كانت سنة 2020، أين تم إنجاز المشروع في حوالي 3 سنوات، وين دشنا من طرف وزير الطاقة والمناجم نهاية 2023، أين دخل حيز الخدمة. هذا المنجم يستغل مادة الكربونات الكالسيوم باحتياط مقدر ب 49 مليون طن. تم تجهيز هذا المصنع الجديد بأحدث المعدات الأوتوماتيكية لمعالجة الكربونات الكالسيوم، مما يضمن المعالجة الفعالة مع حفاظ على معايير الجودة الصارمة. استعمل مادة كربونات الكالسيوم كمادة حشو في عدة صناعات، من أهمها صناعة الأصبغة وصناعة البلاستيك وصناعة المواد شبه صيدلانية، حيث يتم إنتاج حاليا كربونات كالسيوم بنعومة 5 ميكرون 15 ميكرون و 20 ميكرون موجهة لهذه الصناعات. مع
مصنع كربونات الكالسيوم بولاية معسكر ينتج حاليا 100,000 طن سنويا ضمن إنتاج وطني يقدر ب 400,000 طن سنويا، وهي كمية تمثل نصف الاحتياجات الوطنية التي تقدر ب 800,000 طن سنويا من كربونات الكالسيوم. من مهامنا اليومية نأخذ عينة من مادة كربونات الكالسيوم CaCO3، وذلك للقيام بالتحاليل المخبرية. ومن الشروط الواجب توفرها في المادة الأولية ألا تتعدى نسبة الرطوبة 10%، وذلك لتسهيل عملية الإنتاج داخل المصنع. تم إنشاء المصنع من طرف الشركة الوطنية للمنتجات المنجمية الغير الحديدية والمواد النافعة التابعة للمجمع الصناعي صنعرم، بمساهمة عدة مؤسسات وطنية مختصة في الدراسات والبحوث الجيوتقنية الهندسة المدنية، وقد استفادت اليد العاملة الجزائرية من الخبرة والتجربة أثناء مراحل إنجاز المشروع. خريج جامعة معسكر سنة 2022، توظفت عن طريق الملحقة الوطنية لتشغيل الشباب لدائرة سيك، والحمد لله العمل يسير بوتيرة جيدة، ومصنع جديد واوتوماتيكي. هنا في المصنع تاعنا عندنا 4 خطوط، كما كنتم تشوفوا هنا في غرفه التحكم كل شاشه تعبر عن خط. الخط الاول اللي برا، وعندنا 3 خطوط تاع الطاحونه تتالي بولميل، بولميل ا بولميل بي بولميل سي. دروك هنا عن طريق كل شاشه نتحكموا بكل اله وكل كابتر، وعندنا كل الارقام تتغير عندنا هنا في الشاشه. صافي دير قبل ما يصرى مشكل رانا هنا، اذا صرا مشكل غادي يكون مشكل طفيف، ونديروا اناري اوتوماتيك ونريغلو كلش في لانستون هذا. صافي دير لوتوماتيزاسيون تاع هذا تاع الشركه تمكننا انه نقصوا العمال ونقصوا لي زاكسيدون ونوغمونتو لا برودكسيون تاعنا. بالنسبه لمراحل استغلال الكربونات كالسيوم يمر بالثلاث مراحل. المرحله الاولى اللي هي التكسير والتفتيت، المرحله الثانيه اللي هي طحن كربونات الكالسيوم، الثالثة يتم تخزينه للمبيعات حسب طلبيات الزبائن. يتم تعبئة المنتوج في أكياس كبيرة تاع 1000 كيلوغرام أو أكياس صغيرة تاع 25 كيلوغرام. بما أن مصنع عكاز هو جديد في الإنتاج مادة الكربونات الكالسيوم، لا سيما النوعية الدقيقة منها التي يحتاجها صناع مادة الطلاء ومادة معجون الأسنان ومواد التجميل، نحن نسعى لتلبية جميع حاجيات الزبائن اللي تحتاج هذه المادة، لا سيما الدقيقة من النوعية الدقيقة منها، باسكو هي لي بلو دوموندي في السوق الجزائرية، ونحاول تقليص قدر المستطاع فاتورة الاستيراد 25% من فاتورة الاستيراد اللي هي 400,000 طن سنويا. نماذج مماثلة من هذه المصانع الحديثة تعمل شركة إينوف على إنجازها خلال هذا العام لإنتاج مادة الباريت بولايتي المدية وابن عباس، ومادة الزنك بولاية سطيف. تابعة لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية، يتم فيها تركيب الخلايا الشمسية التي تشكل المادة الأولية الضرورية للحصول على الألواح الشمسية. هكذا استثمار سيقلص فاتورة الاستيراد الخاصة بهذا المنتج الذي يكلف الكثير، مع العلم أنه لا غنى عنه في تركيب الألواح الشمسية مثل ما جاء، والتي يتم تركيبها بوحدات عديدة عبر الوطن، أبرزها وحدة تركيب الألواح الشمسية التابعة لمركب أوني الكائن بسيدي بلعباس، وهو للإشارة يشغل كفاءات جزائرية تتحكم في هذه التكنولوجيا تحكما كليا محترمة بذلك المقاييس العالمية. الزميلة نوال سويلح العائدة من ولاية سيدي بلعباس عادت لنا بهذا الربورتاج.
منذ دخولها حيز الخدمة سنة 2015، وحدة تركيب الألواح الشمسية التابعة للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس تمكنت من تركيب الألواح الشمسية بمختلف أنماطها بطاقة إجمالية تقدر ب 18 ميجاوات في السنة. هذه الوحدة تمتلك سلسلة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية بسعة 18 ميجاوات سنويا، قابلة للزيادة إلى 45 ميجاوات. هذه الوحدة قادرة على إنتاج مجموعة متنوعة من الألواح الشمسية بتقنيات متعددة بما في ذلك البولي والمونوكريستالان، مع مجموعة متنوعة من القدرات الطاقوية لتلبية السوق ومتطلبات السوق بشكل فعال. المصنع استطاع تعزيز قدراته الإنتاجية من خلال تجسيد مشاريع متنوعة عبر مختلف ولايات الوطن، وكذا حرصه على جودة المنتوج. ونقوم أيضا باختبارات أداء شاملة لمراحل مختلفة لعملية التأكد من أن كل لوح شمسي يتوافق مع المعايير الجودة المطلوبة لدينا. لدينا العديد من المشاريع في جميع أنحاء الجزائر مع عملاء مختلفين، سواء كانوا شركات محترفة، أفراد أو جماعات محلية. من بين المشاريع نجد إضاءة شوارع بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، تركيب مولدات الخاصة بمضخات المياه في أقصى الجنوب الجزائري. هذه الأمثلة تعكس التزامنا بالتنمية المستدامة وتوفير حلول بيئية لمجتمعنا. الألواح الشمسية عبارة عن مجموعة من الخلايا الشمسية يتم استيرادها من الخارج. هذه الخلايا هي عبارة عن مادة أولية التي تدخل في صناعة الألواح الشمسية ويتم استيرادها من الخارج. لا يوجد مصانع مختصة في صناعتها، لكن يوجد مركز الأبحاث CRT بالعاصمة ويقومون بصناعتها. مجموعة من الباحثين الجزائريين بمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية يسهرون على صنع وتطوير الخلايا الشمسية وفق المعايير الدولية والتكنولوجيا الحديثة. نقوم بصناعة سبائك سيليسيوم، بعدها عملية تنظيف وصناعة الرقائق، ثم عملية صناعة الأقطاب الموجبة والسالبة لهذه الخلايا الكهروضوئية. الصفائح الشمسية هذه كاين أباز دو سيليسيوم، اسمها نستعمل السيليسيوم كمادة أولية حتى نطوروهم. هذا ماشي يختصر غير يعني في السيليسيوم، يختصر حتى في دوتر إليمون ولا يقولوا دوتر ماتيريو رانا نطوروا فيهم هكذا باش. علاش رانا نطورهم؟ حسبا الى المعايير الدوليه، ماهوش كاين يعني سكيا سور ليشيل مونديال، رانا نتماشاو مع التطور تاعهم حتى يحين الوقت ويكون اون اوزين ولا نقول لك يعني اوزين ما يكونش بشرط اوزين يعني ايتاتيك، قادر تكون اوزين يعني حتى ما خصوصيين دي جون بريفي يبوف سو لونسي، يعني يقدروا يطوروا هذا المجال هذا. وحنا باذن الله يعني كباحثين هنايا يعني اون لو سول براتيكمون سونتر دو ريشيرش اون الجيري اللي راهو يطور في هذا النوع من الصفائح الشمسيه. وكما قلت لكم لي زوزين هادي اون فوا بتاتر كي سيرون لونسي نقدروا ناكومبانيهم. من مركز البحث مباشرة إلى وحدة تركيب الألواح الشمسية بالحراش، أين يتم تركيب الخلايا ومعالجتها في انتظار فتح المجال لتسويقها. المركز الثاني يقوم حاليا بإعداد ثم ديستاتيوت عن المؤسسة الفرعية. هذه المؤسسة الفرعية لتقوم بتسويق المنتوج ولي برودوي تاع المركز. المؤسسة الفرعية لا تقوم بتسويق النماذج المبتكرة داخل المراكز. وحنا بهذا الصدد ما قمنا هذا تما اون ا ديبوزي دي دوسي بور لا كرياسيون دي فيليال سي فيليال اون اتون جوست لي زاريتي مينيستيريال
pour commencer à avoir le registre, pour demander le registre commerce وننشا بعد ننشا المؤسسه القرائيه. تغطية السوق المحلية بالخلايا الشمسية سيساهم في خفض أسعار الألواح الشمسية من جهة وتقليص فاتورة الاستيراد من جهة أخرى. هذه الآن مشاهدينا آخر فقرة في البرنامج، فقرة ضيف البديل، نتطرق فيها إلى أبرز ما حققته شركة سوناتراك من إنجازات في إطار مخططها الاستراتيجي الذي يمتد إلى آفاق 2030، إضافة إلى رقم الأعمال الذي حققته الشركة خلال 2023 مع ذكر أهم الاستثمارات والمشاريع. كل هذه النقاط فضلاً عن موقع سوناتراك في ترتيبها مع منتجي ومصدري الغاز إقليمياً ودولياً أثارها ضيف البديل مع الزميل محمد عمراني. السيدة سهام بومعوط مديرة التخطيط بالمديرية العامة لسوناتراك، أسعد بلقائكم في برنامج البديل الاقتصادي من أجل تقديم إحاطة لمشاهدي القناة الإخبارية حول آخر المستجدات التي تعرفها سوناتراك على الساحتين الوطنية والدولية. مرحبا بكم سيدي وشكرا على الاستضافة. في البداية، سطرت شركة سوناتراك مخططا استراتيجيا يمتد حتى العام 2030، فما الذي تحقق مرحليا إلى غاية العام 2024؟ في 2024 حققنا منتوج أولي من المواد النفطية يعادل 194 مليون طن مكافئ بترول. هذا يرانا في السنة الثالثة من الارتفاع المستمر. أيضا في 2024 حققنا 95 مليون طن مكافئ بترول من الصادرات، عنده ارتفاع بالنسبة للسنة الماضية اللي كنا فيها في 91.6 مليون طن مكافئ بترول. عندنا أيضا اكتفاء ذاتي في من مواد البنزين والمازوت للسنة الثالثة على التوالي منذ 2020، بالأخص منذ أوت 2020 ما استوردنا حتى قطرة من البنزين أو المازوت. ثانيا، ما هي أهم الاستثمارات التي حققتها سوناتراك على الساحة الاقتصادية الوطنية؟ عندنا استثمارات في مجال الاكتشاف والبحث، هذا الشيء اللي مكننا من رفع الإنتاج تاعنا واللي كان وصل إلى حوالي 194 مليون طن مكافئ بترول. عندنا أيضا مشاريع اللي كانت في العشرية الماضية بين 2010 و2020، حيث قامت شركة سوناتراك بإعادة تهيئة مصافي الشمال. أيضا هناك بروز أماكن جديدة للإنتاج الأولي مثل المنطقة الجنوبية الغربية، حيث منذ تجسيد مشروع جيخ 5 وجيخ 7 اللي هما أنابيب نقل الغاز في المنطقة الجنوبية الغربية، تمكننا من بداية إنتاج عدة مشاريع، ثلاث مشاريع بالشراكة في رقة النور، في تيميمون وفي توات غاز، وثلاثة بمجهود الخاص لسوناتراك هي واللي دخلت حيز الإنتاج في السنة الماضية، هي حاسي بحموتي نركوك وحاسي تيجران. هاد المشاريع الستة راهي لحقت منتوج الغاز في المنطقة الجنوبية الغربية إلى حوالي 10 ملايير متر مكعب من الغاز سنويا. السيدة سهام بومعوط، سوناتراك متواجدة اليوم في عدة قارات عبر العالم، فما هي أهم النماذج الناجحة؟ شركة سوناتراك متواجدة في قارة إفريقيا، في المالي، في النيجر، في ليبيا، في تونس، من أجل البحث والاكتشاف المواد الأولية من النفط والغاز. في 2023 كان هناك عمل بين الجزائر وليبيا، والحمد لله منذ جوان 2023 تم تجسيد هذا رفع القوى القهرية، وسوناتراك تباشر
أنشطتها إعادة أنشطتها في ليبيا. عندنا أيضا في النيجر في 2022 كان هناك تحيين لعقد تقاسم الإنتاج، واللي بواسطته سوناتراك رايحة تكمل في إعادة تقييم الاحتياطي من النفط الموجود في منطقة كفرة بالنيجر. عندنا أيضا مصالح في أوروبا، عندنا أيضا ديبار في البيرو في كاميزيا، عندنا في الإنتاج، وعندنا أيضا في النقل عبر الأنابيب. عندنا أيضا مشروع بالشراكة في تركيا واللي يطمح إلى إنتاج البوليبروبيلان. السيدة سهام بومعود، كم يقدر حاليا رقم أعمال سوناتراك؟ بالنسبة لرقم الأعمال حققنا 49.5 مليار دولار مقابل 59.3 مليار دولار في 2022. الفرق بين السنتين أنه رغم أنه اطلعنا في الإنتاج تاعنا وزدنا في صادراتنا، إلا أنه رقم الأعمال نزل بسبب عدم استقرار السوق. السيدة سهام، ما هو موقع شركة سوناتراك في قائمة منتجي ومصدري الغاز؟ الآن سوناتراك راهي مصنفة الأولى على مستوى من منتجي الغاز المستوى الإفريقي، هي العاشرة على المستوى العالمي، هي ثالث مورد للغاز بالنسبة لأوروبا، هي تاسع مورد للغاز أو بائع للغاز المسال على المستوى العالمي، السابع على مستوى الغاز عبر الأنابيب. السيدة سهام بومعود، مديرة التخطيط بشركة سوناتراك، سعدت بلقائكم في هذا اللقاء للقناة الإخبارية، وأشكركم جزيل الشكر على هذه الإحاطة الشاملة بآخر المستجدات الاقتصادية التي تعرفها شركة سوناتراك على المستوى الداخلي وخارجيا. شكرا لك سيدي. نهاية عدد اليوم من البديل الاقتصادي. مشاهدينا، لقاؤنا يتجدد بعد أسبوعين من الآن. حتى ذلك الحين لكم مني أجمل وأطيب المنى. إلى اللقاء.